بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن من حكمة الله تعالى أن جعل الدنيا غير خالصة العنة والشقاء، ولا خالصة السعادة والهناء، فلا يزال العبد يتقلب فيها بين حالتين حتى ينتهي به الترحال إلى دار السعادة الخالصة. جعلني الله وإياكم من أهلها، أو إلى دار الشقوة الخالصة، أجارنا الله وإياكم من النيران. إن أكدار الدنيا من غموم وهموم وأحزان يصاب بها العباد على اختلاف طبقاتهم وأنواعهم من مسلم وكافر، لكن للمسلم عند نزول الهموم به ما ليس لغيره من أهل الأرض، فهو يملك من سلاح الإيمان الصادق والعلم النافع ما يواجه به مصاعب الدنيا. فلا توهن قوته، ولا تتضعضع عزيمته، ولا تحطم نفسيته، فلا يعدو أن يراها منحة في أثواب محنة، لا يراها سوى نعمة ربانية، لكن جاءت بلباس المصيبة. هكذا هي المصائب وما ينتج عنها من هموم وأكدار، ومن هموم تكدر الخواطر وتعكر المزاج وتظلم الدنيا على عين صاحبها، سواء كانت مصيبة فقد عزيز، أو تراكم ديون، أو فقد مال، أو فوات أمنية، أو غير ذلك من مصائب الدنيا وأكدارها. إن سلاح المؤمن الذي يواجه به ذلك كله هو إيمانه الصادق بقضاء الله عز وجل وقدره، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلما تحزن لشيء لا بد أن يقع، ولما تأسف على فائت لم يكن أبدا ليقع. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إن من لا يؤمن بالقدر إذا نزلت به المصيبة جن جنونه، وفقد شعوره، وهجمت عليه الاضطرابات النفسية، حتى ربما أهلك نفسه. تلح عليه أسئلة الاعتراض على مجريات الأقدار، يلح عليه تأنيب النفس، لو فعلت كذا لما كان كذا، لو كان كذا لم يحصل كذا، كما قال المنافقون من قبل: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إن هذه الاعتراضات على أقدار الله إنما هي عذاب عاجل قبل العذاب الأخروي، فلا تسلكوا طريقهم ولا تتبعوا سنتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. من أسلحة المؤمنين في مواجهة مصاعب الحياة ومصائبها أن يعلم أن كل ما يقضي الله له فهو خير إن أحسن استغلاله. إذا أنعم الله عليك بنعمة تسرك فاشكرها،
تكن من الشاكرين، وإذا نزلت بك بلية تسوءك فاصبر تكن من الصابرين، فأنت بين حالين، إما مسرور شاكر وإما مبتلى صابر، وأنت مأجور في كلا الحالتين. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. تأمل عبد الله، هل يشاركك أحد في الدنيا في هذه الخاصية من غير المسلمين؟ لا والله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى للحديث: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فاحمد الله أن من عليك بنعمة الإيمان. وأمر آخر: أن تعلم يا عبد الله أن ما تبتلى به من هم أو غم، صغير أو كبير، حقير أو خطير، فإنه كفارة لك من ذنوبك على قدر المصيبة. فحيثما وقعت المصيبة وقع التكفير للذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يصيب العبد من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. عجيب والله، تفعل المصيبة باختيارك ويكفرها الله بشيء ليس باختيارك. ولكن ما العجب؟ والله أكرم الأكرمين، وأي عجب؟ والله بالناس رؤوف رحيم. فإن صبرت على المصيبة كتب لك أجر الصبر، وهو غير التكفير السابق للخطايا. ومعنى الصبر أن تمنع قلبك من السخط على قضاء الله، وأن تملع لسانك من التلفظ بما يغضب الله، وتمنع جوارحك كاليد من نتف الشعر أو لطم الخد أو شق الثياب كما تفعل النوائح. أما حزن القلب ودمع العين والبكاء بدون الصراخ فلا بأس به، إذ هو مما لا يعذب الله به. ومن أسلحة المؤمن التي يواجه بها ما يصادفه في الحياة من البلاء تدبر القرآن الكريم، حيث تجد فيه ما وعد الله الصابرين من الأجر والثواب والنعيم المقيم، والنظر في أخبار أنبياء الله ورسله وأتباعهم وما لقوا من العناء العظيم في هذه الدنيا، فقابلوا ذلك بالصبر. انظر إلى نوح عليه السلام وهو يصارع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومن أعدائه زوجه وولده. انظر لخليل الرحمن وما لقي من العناء، كاده الناس وتسلط عليه الجبابرة وطرد من أرضه، وأوقدت له النار وطرح فيها، ونجاه الله من ذلك بعد صبر عظيم. انظر لموسى وما لقي من فرعون وقومه، ثم ما لقي من بعض أتباعه من بني إسرائيل، ما زال معهم في عناء حتى لحق بالرفيق الأعلى. انظر لأيوب عليه السلام وما ابتلي به من المرض الطويل وموت الأهل، فصبر على ذلك كله حتى جاء الفرج. وانظر إلى خاتم الرسل وسيدهم صلى الله عليه وسلم، ولد يتيما ونشأ فقيرا، وعاداه قومه وأخرجوه، وفقد في سبيل الدعوة إلى الله أحب الناس إليه، وابتلاه الله بأنواع من البلاء، فمات أولاده كلهم قبله إلا فاطمة، وكان يبتلى ببعض الأوجاع والإصابات التي قد تلزمه الفراش ولا يصلي بسببها إلا قاعدا، وكان يمر به الشهران ولم يوقد في بيوته نار، إنما يأكله وأزواجه الماء والتمر إلا أن يهدى إليه شيء، ومع ذلك كانوا لربهم حامدين شاكرين.
شاكرين وعلى ما أصابهم صابرين. فهؤلاء صفوة الخلق، أفما لك يا عبد الله أسوة، أما لك في أخبارهم تخفيف وسلوة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فإن أسلحة المؤمن التي يواجه بها ما يعترضه من الهموم والأكدار والمصائب كثيرة، والحمد لله، ومنها الإكثار من الدعاء، ولا سيما الأدعية الواردة في علاج الهموم والكربات. فاحفظها أيها المهموم المغموم المكروب، وتدبرها وألح في تكرارها حين حصول أسبابها بصدق وثقة وخشوع وضراعة، وستجد من عجيب لطف الله بك ما لا يخطر لك على بال. من هذه الأدعية المباركة ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله 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 ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذا دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هذه أدعية مباركة، وإذا خرجت من قلب صادق واثق بوعد الله وعظيم الرجاء به وفيما عنده، كان لها أنفع الأثر بإذن الله. قد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهم ومن الغم. فعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم أعن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم همهم يا رب العالمين. اللهم أعن إخواننا في سوريا، اللهم أعن إخواننا في سوريا، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.